Colombia. يبا الميكرويف خرب، يبينا واحد جديد. وشو له جديد؟ خلي عامر ياخذ هذا يوديها مصلح يصلحه. وشو له اصلحه؟ هذول نصابين، اللي بخمسة ريال يحسبونه بخمسين، واللي بخمسين ريال يحسبونه بخمسمية، واللي بخمسمية يحسبونه بألف. بس فهمنا. أهم شيء تشوفون حل. خلاص ازهليها، أنا اللي بصلحه. وانت تعرف تصلح؟ إيه أعرف. يعني وش هو اختراع؟ يا سلك مفصول يا فيوز خربان. كم وين أبوك؟ ونعم صلحه. أتحداك الأخ البطل. قلت لك ما يشتغل. داري، تعال اشتغل مكاني. قاعد افحصه. اعطيني المفك اللي في الدولاب. اي واحد فيهم؟ الصغير. اعطيني الزراديه. اوف. تعرفين الزراديه ها؟ اي. خلاص بفتح لك محل سباكة وكهرباء. أقول كمل شغلك بس. أنا الميكرويف شغال، لو أنكم جايبين واحد يسوي له صيانة كان جلدكم 300 ريال. يعني الحين خلاص راح يشتغل؟ أكيد طبعاً، وين الأكل؟ هناك. أتحداك يا المرق البطلة. بسم الله الرحمن الرحيم. يما انتي وش سويت انت؟ وش دخلني انا؟ سوء استخدام. اطلع اذنب اذنب. كيفكم؟ انتم الخسرانين. انقلب. العب كبوت. هاي قامت عليكم. يلا سكه جديده. وش اللي سكه جديده؟ من زين لعبك. بعدين بمشي وراي قوم الصبح انا. وش عندك انت؟ بروح الصناعية. ليش وش عندك؟ بغير الفحمات وشيك على الفرامل. انتم كذا دراهمكم واجد، تاخذونها وتنثرونها على العمال في الصناعية. طيب ايش تبينا نسوي؟ شريت قطع الغيار؟ اي شاريها بالسيارة. اصلي ولا بطاقة؟ تعرفني ما اشتري الا اصلي انا. هات المفتاح. ايش تبي به؟ ساعة بس، الفحمات راكبة والفرامل 100 100. تعرف تركبها؟ ايه اعرف. كفو اجل سم. تفضل يا ياسر، سيارتك جاهزة. كفو يا عامر، وش اللي تامر فيه؟ ما بين الأخ ويا فلوس. طيب الله يعطيك العافية وبيض الله وجهك. أنا ماشي، في أحد آخذ على طريقي؟ أنا بنام بالاستراحة الليلة، رح. خذني معاك. وأنا رايح معاكم. عيال فرامل ما فيه عيال. وينك من زمان ما شفناك؟ والله لاهم بهالتمويرات، اشتري مزرعه الشيخ ابو عبد الله وانزل بهالسوق. طيب ورا ما تصير فهلوي وتستاجر المزرعه؟ شغله هذه يبيلها قريشات. ايه وصف لي مزرعه ابو عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما شاء الله تبارك الله، وش ذا الزين وش ذا النخل؟ من انت؟ انا عامر، شاب طموح ودي اشتغل عندك. كفو. كفوك الطيب. عرفت تبقى النخل؟ ايه اعرف. عرفت خلف؟ اف عليك، اصلا انا مولود بين النخل. حق انا بعطيك باليوم 200. رغم ان المبلغ قليل على خبراتي، لكن مو مشكله، ابى اشتغل عندك. الله يحييك. يا محمد. سم. وش عرفك انت في علوم المرجله والنخل؟ ايه. رحناك شفت انخله ذيك؟ ايه. رح نظف تحتها وصف. ابشر ابشر. كفو كفو. بسم الله. هذا اكيد واحد من العمال عطاني عين يوم شافني طالع فوق انخله، حسبي الله عليهم. الحمد لله على سلامتك يا وليدي، فكك الله. ترى عادي اقدر اطلع فوق انخله برجل واحده. الله يهديك ويشفيك يا وليدي، تطلع بالسلامه ان شاء الله. الله ما يسلمك. هلا ابو خالد صقار. والله الحين ما حولي شيء، لكن ابشر. حياك الله، يا هلا وسهلا. وش السالفه؟
هذا رفيقي ابو خالد راعي مقانيص ويبي له صقار عنده مقناص عقب شهر بيعطيه راتب 10,000. تدور واحد وانا موجود. وانت تفهم بصقاره؟ انا صقار. حبش الله يشافيك ويطلعك ان شاء الله بالسلامه وارسلك له. كفو ومالك الا اللي يبيض وجهه. عز الله انك هيضت اليوم جيت لطاري السودان. يا ذكرت لي مقناص ما انساه دبت حياتي. جينا طال عمرك في محل الطير يشبع منه. وجينا طالعك في السيارات والطيور والوناسه. يوم طال عمرك دخلنا في هاك المحل. لا الرجل يوم قدام وقف 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 ولا طير ينزل ولا سياره تدخل. مقناص ما فيه. يا ولد لا تلعب في الطير. ولا مقناص ولا في غيره. حنشد حنشد خميس. صار طال عمرك صادق. أخذت لي 5 دقائق الا التليفون يوم هجع علي تر مرحبا حد فيك الديره؟ قلت لا ماني فيك الديره. هلا موجود؟ قلت ماني موجود. قال والله الرجال شايفينك في السناب شات قدام العلم وصلكم. عز الله اني فيك الديره. خند بطل الرجال يوم افتح الديره. قال وبد نزل سيجاراتكم وخلي طيورك معك واقنص وبد انبسطوا. عن عن هالخميس انشد انشد. صادق طال عمره صادق. اللي ما يعرف الصقر يا شيخ يا شيخ ست الجناح ثم حار يرقع على متن الهوى. سلام عليكم يا ابو خالد. عليكم السلام يا مرحبا. هلا انت من انت؟ انا عامر مرسول لك من ابو عبد الله. اجل انت الصقار اللي بصينا عليك. الله الله هو انا. اجل اقعد اقعد. ابشر بعزك. قم رحنا كم الله يرفع شانك. كم صب الهواء؟ يا عامر صمت العمرك. انت تعرف الطيور؟ ايه اعرف الحر والجير والوكري والشاهين. اصلا الوالده الله يطول بعمرها مربيتني بشبك صقور. دام الوالده هي اللي بعلمتك. عز الله حينا خير. يا خميس صمت العمرك. انقز واعطني خطاف. ابشر. كفو. يا حليل حليله. أنت اللي سميته خطاف؟ لأن هذا خاطف قلبي. أحب أحب ما يعلم فيها إلا الله. أنا أحبها أكثر من حرمتي ومن ورعاني. لا ما هو بس حرمتي ورعاني. أحبها أكثر من المجلس كله مهنية. كفو معروف طال عمرك ولا يحب الطير إلا من صاحة البيد من مقانيصها. هي أمورك تعرف أن البيد تصيح من مقانيصها. أبيك تنتبه للطير هذا. أبيك تنسى عمرك ولا تنساه. أبي حتى لو عينك غفت قلبك ما يغفى يكون معه مثل قلبي يمنه ينبض لا شفته. يا عين أبوي أنت. أبشر طال عمرك أهتم فيه أكثر من نفسي. يا جار كانك طعتني برقع الطير. أنقز. أنت منو داير شنو هنا؟ أنا الصقار عامر. يا أخي من مسكتك للطير باين عليك إنك ماسك بغبغاء. وش دخلك؟ يا أخي شكلك مالك في الشغلة وجاي تترزق الله وأنا ما حخرب عليك. عشان كده ألبس لك قفاز عشان الطير ده ما يجرحك. بس تراك أشغلتني يا عامر. سم بكرة الشيخ بيطلع للمقناص. وش تبين أسوي؟ عشق الطير يعني؟ لازم نروح قبل الشيخ عشان نرتب المكان ونتولى من المقناص. أبشر. المهم والصقر يحوم في السماء ويشوف ذاك الحباري بين الأثل وبالصدفة يجيك أرنب يمشي بجنبه وهو الصقر بس ما يحتار ما يدري ياخذ الأرنب ولا الحباري واغمز له. يعني اترك الحباري وخذ الأرنب وهو يفهمني في السماء ويجيك طاير ويلقط الأرنب. أف 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 غمز لي الطير وهو بالسماء كيف بيشوفك؟ لا يا شيخ مش عرفك أنت في علوم المرجلة والصقور. الصقر يقنص النملة بجحرها. صحيح وهو صادق. كفو يا أبو شنب هذول يا رجال اللي يفهمون في الصقارة. أما أنت يبيلك دورة في الصقارة. أنا أشهد أنك صقار يا شيخ. اسلم اسلم كمل سالفتك بس. أي سالفة كرهتني بالسالفة وبالصقارة. يلا يا زقرت خلونا ننام ورانا شغل الصبح. تصبحون على خير. خطاف الطير واتسري والحباري قليلة. والله البلشة خطاف بردان أخاف يموت من البرد. وش السوات وش السوات وش السوات. والله ما تموت من البرد وعامر موجود.
فلها فلها يا خطاف. بسم الله. عامر عامر عامر. بسم الله الرحمن الرحيم. وش فيه؟ الشيخ على الوصول. الشيخ على الوصول. الشيخ جاء، الشيخ راح، الشيخ تعشى، الشيخ تكى. ايش دخلني انا؟ اقول لكم غير ملابسك ولا تكثر كلام. خلاص راح راح ابوك يا البلشه. يا هلا يا هلا طال عمرك. هلا صباح الخير. صباح النور طال عمرك. ما شاء الله تبارك الله، كل جو زين اليوم ممتاز. اي والله بوجودك طال عمرك. اقول اعتد اعتد عطني خطاف انا مشتاق له. ابشر سم سم طال عمرك. عامر وش تبي؟ الشيخ وصل. الشيخ وصل. طيب وش اسوي له؟ يبي خطاف. وينه؟ خطاف برد بالليل وحطيته بالقدر. من جدك انت؟ ايه وش عرفك انت في امور السقاره؟ مجنون انت مجنون انت. لا جال وسم، الناس تبي تطلع على البر، تبي تنبسط، واللي عنده عائله بياخذها وبيشوف لها مخيم. احنا الحمد لله عندنا هالمحل الزين ومبسوطين. ما علينا من احد. يا شيخ يا شيخ الحق الحق الحق. العلم ويش؟ الصقر مات. ويش؟ خطاف مات؟ واللي ذبح عامر. والعامر وينه؟ شوفه. الحقوا يا رجال، راكان شغل الجي. ابشر. ويلي ويلا، والله اللي راح فيها خطاف، والله اللي مات خطاف. يدي يدي يا الممدود عطمته يدي. اسمع، عامر لا يطلع من المخيم، علم العيال كلهم حاوط المكان زين. يلا صيدوه صيدوه. يا قلبي قلبي يا ريج، فيني حرة فيني حرة ما مذبحت عامر هذا. عامر هذا ما مسكتوه وذبحتوه ولا أنا اللي بموت. أنا اللي بموت يا ريجي من الحرة اللي في قلبي. جبت وياك جبت جبت مرة مرة لا عاد اجلس عندي يا رجل. بسرعة تعني تعال تعال دورني في الخيمة هذه. راح هناك بسرعة دوري بسرعة شباب. راح هناك الخيمة هذه في قصر. أنا جاري. أها. والأسد ده جاري. أها. وهو قدامي. أها. وأنا وراه. أها. وإحنا الاثنين جاري. يا زول. اتخيل حصل شنو. أها. عينت يمين. أها. عينت شمال. أها. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يا زول؟ خطاف مات. لا إله إلا الله قتلته؟ تكفى يا طويل العمر، تكفى استر علي واكسب فيني أجر. أنا من أول يوم شفتك عارفك إنك حتجيب العيد، ويا عنده جبته. يا زول احنا لو شافونا مع بعض بيقطعونا ايرب. طيب توصلني للرياض واعطيك اللي تبي. لا لا يا زول انا هدوم مخلص شغلي ودو وقت راحتي. اسمح لي. طب انت يا ابو كاب. والله انا لو اشوفهم يقطعوك حته حته ما بودي. انا نعسان يا زول وفيني النوم. افا افا بس، وين المرجله؟ وين الفزعه؟ وين الاخوه والنخوه؟ يا محجوب يا اخي المكان ده هنا رميت حجر قريب يا اخو. ودي يا اخو اكسب فيه خير. انا نعسان والله العظيم وفيني النوم وما في اي حيل اسوق. انا اسوق. تعرف سوق الدينا؟ ايه عارف. المهم يطلع لي اسدين. اها. واحد افريقي. اها. واحد اندونوسي. اها. الافريقي زبل. اها. الاندونوسي اقشر. اها. اناظره ويناظرني. اها. اناظره ويناظرني. اها. وانا اللي اعطيه ذاك المخمص. يا زول. وهو اللي يزبل. انتبه. الفرامل دي قاعده على الهبشه. يعني اعتمادك كله يكون على القير بس. تستهبل انت. لا تشيل هم، روضنا سود ما نروض دينا. نم نم.
السلام عليكم. عليكم السلام. ابيك توصلني. بوصلك اقرب محطه لاني مشغول. وش عندك مشغول؟ اشتي اروح لعياده البيطريه، عندي فرس تعبانه. وش فيها الفرس؟ بطنها منفوخ وما تاكل. ما تاكل؟ علاجها عندي. تعرف تعالجها؟ ايه اعرف. اركب على طول. هذه سلمك الله فيها القلون العصبي، هي ما تنام بالليل وضايق صدرها؟ ايه يا رجال اشوفها هاليومين معتفس مزاجها وما هي على بعضها. مالك الا يومين ويرجع لك يصهل ويجمح. اي والله تكفى يعطيك العافيه، هذه حصان اصيل وتحصد لنا جوائز، وبعد شهر عندنا سباق ونبي نشارك بها. ابشر بعزك، مالك الا يجيب جائزه الشرق الاوسط. كفو كفوك الطيب. هذا زيت الخروع، عطه وان شاء الله بتضبط اموره. بس اسمع، ترى الخلطه ذي سريه، لا تعلم فيها احد. باذن الله. خله يشربه كله مره واحده، ساعه او ساعتين تلقاه هكه على طول. كفو. ما قصرت يا عامر، جزاك الله خير، عز الله جميلك، هذا ما انسى. ما سوينا شيء، الخيول لعبتنا. كفو. كفوك الطيب. الحق ابو معايد، الفرس ماتت، الفرس ماتت. وش تقول؟ الفرس ماتت. ماتت؟ ايه. وش سمعت مع الفرس؟ انا اجل انا شفناك. هالزبنه اكذبوا، الحقوه. وين راح؟ وين راح؟ ايش تطلعونه الان؟ دورنا. خذ أولادي أشبك أبو الشاحن. معرفة ثويثي. أركب بديتي.